ثلاث اخبار ما ينفعش ان انت تخشي عليكي ورقه من وكاله رسميه جايه لك من رئيس القطاع ما تقريهاش طالما قاعده على الهواء. ده ممنوع. انت الاخبار انت بتتعاملي كانك جيش، فالحاجه بتخش لك اتس ان اوردر، ده امر بتعمليه بتنفذيه. فانا جاي لي ورقه رسميه شايفاها قريتها، ما اقدرش ازود حرف ولا، وحتى الورق اللي قريته جاي لي بان في اشتباكات كذا 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 وانه حصل اصابات من الجانب الاخر اللي هو جانب الجيش، ما جاليش من الناحيه الثانيه خالص. انا جوه الاستوديو انا ببقى مقفول عليا، انا ما عنديش معلومه. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا جوه استوديو الاخبار ممنوع ان انا ابقى داخله بتليفون، ممنوع ان انا ابقى داخله بايباد. فانا حتى لو حبيت افتح على اعمل سيرش انا ما عنديش معلومه، يعني غير بقيه القنوات الفضائيه انت بتبقي قاعده تقدري تفتحي وتجيبي فتبقي شايفه جانب وجانب اخر. انت جوه الاخبار ممنوع، وما بتبقيش سامعه غير عن طريق الاير بيس الاوردر اللي بتاخديه من بره. فانا جوه زي ما تقولي اتزنقت، انا ما عنديش، ما اعرفش ايه اللي بيحصل بره، وفي نفس الوقت هما بيجيبوا لي ورق انا مضطره اني اقراه، ما عنديش الجانب الاخر من القصه. قالوا لي خدي اجازه، هم قالوا لي تم فرض اجازه عليا لمده شهر، بعد الشهر ده قالوا لي لا ما ترجعيش عشان الراي العام مشحون، ولا وانت لو ظهرتي وانت. فضلنا شهر ورا شهر ورا شهر. طب يا جماعه ادوني ورقه بان انتم مدياني الكلام ده. لا مفيش ورق، ما رضيوش يدوني ورق، لغايه ما رحت المحكمه وابتدينا التحقيق. في المحكمه ابتدى في شهر يناير بعدها، طبعا حصل لجنه تقصي الحقائق جت حققت معانا، مفيش بعدها يعني بعدها مثلا بيومين على طول تم التحقيق معانا، قعدنا كلنا بكل الاطراف في لجنه تقصي الحقائق. انا ما اقدرش اقول لك فين التقرير ده دلوقتي. وفضلت بقى قاعده لغايه يناير لما ابتدى التحقيق معايا في المحكمه. لما ابتدى التحقيق في المحكمه وابتدت تظهر الحقيقه، فابتدوا يقولوا لي طب انت ما بتنزليش الشغل ليه؟ ما انا بقول لك الشماعه لازم تفضلي مختفيه علشان انت الجاني مش المجني عليكي. فطول ما انا الاقي حد هو الجاني وملبساه الحكايه انا الامور ماشيه عادي، ما انا عندي اهو انا موقفها. حتى تم الحكم في القضيه، فضلوا برضو يعندوني، فانا قلت انا هكبر الموضوع، انا مش هسكت، انا هبتدي اكبر الموضوع. والمحكمه كانت معايا في الموضوع ده، فاضطروا ان هم يرجعوني بصعوبه. رجعت بس ما كانوش برضو يدوني شغل قوي. وبعد ما رجعت يعني عايز اقول لحضرتك انه للاسف رجعت، كانوا الاخوان استلموا المبنى، هم اوريدي كانوا جوه المبنى بس كانوا استلموا المبنى بوجود وزير الاعلام صلاح عبد المقصود. دي كانت قصه ثانيه بقى بعد كده، يعني كان موال ثاني بعد كده. فضلت انا فضلت قلت هفضل موجوده. انا اخدت اجازه من التلفزيون في 2014، فانا ما سبتش التلفزيون، يعني الحادثه حصلت في 2011، انا فضلت ما بشتغلش فيه لغايه مايو 2012. يعني انا فضلت لغايه انا رجعت بالظبط اول ظهور ليا على الهواء 14 مايو 2012. انا من النوع اللي ما سيبش معركه، لا انا بحب ان انا افضل فيها واواجه، فده بيتي وده مكاني وما ينفعش ان انا ابقى طالعه منه وانا ملياش دخل باللي حصل وان انا ابقى كده. ففضلت مع اني كنت بهاجم بطريقه بشعه وبتجيلنا تليفونات وناس بتهاجمني كتير ولغايه دلوقتي في ناس مش عايزه تصدق الموضوع ده، وطلع عليا ان انا بنت مش عارفه مين وان انا داخله التلفزيون بواسطه وان انا باخد مليون جنيه في الشهر، وخدي بقى كلام وشائعات وانت خارجه وانت داخله بتتعرضي لاهانه. لكن لا، يعني انا مش هسيب الموضوع يمر عادي. فاشتغلت، رجعت في 2012 كملت وخدت سنه صلاح عبد المقصود دي كلها، واشتغلت
كنت في بغطي في لجنة الدستور وكنت هناك يومي في مجلس الشورى حتى الاستفتاء، الاستفتاء على الدستور. والدنيا ابتدت تمشي خلاص، انا ابتديت الاقي ان الموضوع ابتدى يرجع طبيعي، انا كوضعي كمذيعه كاسمي كتاريخ كنت فيه في باسبيرو، لكن نفسيا انا كنت ابتديت اتضايق. يعني انا نفسيا كنت ابتديت اتضايق من طريقه التعامل، من الاسلوب اللي بتعامل بيه، من خليني اقول من ان انا بشتغل في مؤسسه ما وقفتش ورايا، ما حمتنيش، ما حسيتش ان هما، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انا مثلا كنت بروح المحكمه ما فكروش ان هما يبعتوا معايا محامي خالص، سابوكي في الطل. بالعكس هما في هذه الفتره كانوا مبسوطين انه ده بيحصل وانك لابسه، وبالعكس تحولت الى تحقيق داخلي، لانه كان في مواقع بتكتب ان مش انا المسؤول عن ده، المسؤول عن ده شخص معين، ان المسؤول عن ده عن كذا. وانا عملت مداخلتين، كنت في الوقت ده مداخلة كانت في اون تي في ومداخلة في دريم وقتها مع منى الشاذلي، وكنت داخلة المداخلتين دول تحديدا لانه كان في اون تي في كان الاستاذ جورج اسحاق، وفي دريم كان الاستاذ دكتور عماد جاد، وكانوا بيقولوا كلام حبيت ادخل اوضح انتوا فاهمين غلط الموضوع مش زي ما انتوا فاهمينه. هل تعلمي انه تم التحقيق معايا داخليا ان انا قلت الكلام ده؟ لانه انا بشكل او باخر اشرت الى المسؤول عن هذا الموضوع اللي هو كان رئيس القطاع ساعتها، فانتي بتشهري بيا. فاتحقق، انا كان بيتحقق معايا من كل الاطراف عشان ما حدش عايز الحقيقه تطلع. لا، كل مرحله ليها ظروفها. وقت الثوره كان في هدف، احنا كنا تقريبا اللي مشغل التلفزيون كله، حضرتك كنتي عارفه وضع الوضع كان عامل ازاي، الوضع عند ماسبيرو عامل ازاي. كان كل الهدف ان احنا ما نسويتش التلفزيون المصري، يعني ما يبقاش بلاك، ما يتبلكش زي ما بنقول بلغتنا كاعلاميين. وماسبيرو كان مستهدف، مبنى ماسبيرو كان مستهدف. وطبعا حق، اكيد انتوا تعرفوا ان احنا تم حصارنا واتقفل علينا المبنى و و و الى اخره. فاحنا اياميها انا والمجموعه زمايلي اللي كنا موجودين، احنا ما كناش اللي مشغل ال 24 ساعه، كان 50 واحد، كنا بنبات على الارض، كنا ساعات ما بنلاقيش اكل ناكله، ما بنلاقيش ميه نشربها. بس مش هيتبلك التلفزيون المصري، ده تلفزيون بلدنا يعني. فاخذنا على عاتقنا ان ده هيحصل. فده كان الهدف في الفترة دي، واعتقد ان احنا نجحنا ان احنا نعمل ده. ان الناس زعلانة بقى ان احنا التلفزيون ليه ما اتكلمش، ليه ما قالش، ليه ما عرضش التحرير. بالنسبة للتحرير تحديدا، ميدان التحرير، احنا الكاميرات كانت بتتكسر، واحنا كنا بنحاول ان احنا ننزل ميدان تحرير بحمايه الجيش، كانوا يجوا يقولوا لنا مش عارفين ننزلكم عشان ننقل الصوره، لانه ده ادركوا الناس بعد كده انه من يوم 28 مساء الميدان دخل فيه ناس، عناصر تانية غير الناس اللي عندها مطالب. يعني من يوم 25 ليوم 28 حتى صلاه، بعد صلاه العصر حتى المساء، وحتى لما هم كان وقعت كوبري قصر النيل وما بعد كده لغايه ما دخلوا، كانت ناس ليها مطالب، ناس بتقول هي عايزه ايه، كانت مطالبها واضحه. لكن لما بنتكلم بقى على بالليل يوم 28 بالليل، الوضع اختلف تماما، والميدان تم السيطره عليه من ناس معينه، بما فيهم بقى قصه المتحف وسرقه المتحف وسيطرتهم على مداخل معينه، فكان طبعا في ناس رصده ده، فاحنا ما كناش عارفين ننزل. فانا كمسبيرو ما زلت اقول لحضرتك ان انا محصوره في مكان، فانا ما اقدرش انزل ابقى وسطيكو هناك. يعني كان بيبقى حزني وحزن زمايلي ان انا لاقيه جزيره موجوده وانا مش قادره انزل، بس الجزيره كان ليها اكسس جوه ميدان التحرير اقوى بكتير وقتها من التلفزيون المصري.
هل تعرفي حضرتك ان انت كنت بتقدري ان بيبلغونا انه الشاشات كانت محطوطه عليها الجزيره، وكانت هناك محاولات مستميته ان انت تحطي على الشاشه التلفزيون المصري علشان الناس تسمع جزء اخر، حتى لو مش التلفزيون المصري، حتى لو تلفزيونات فضائيه خاصه مصريه كانت بتتكلم بشكل اخر، انت مش عارفه. فالناس فضلت تلوم 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 الاعلام بدون معرفه ماذا يدور في الخطوط الخلفيه. فاحنا كنا بنشتغل في ظروف اصعب ما يكون. وزي ما بقول لحضرتك الشارع، انت كنت مثلا لما بتعرضي حرق الاقسام، لما بتعرضي اقتحام كارفور وسرقته، لما بتعرضي، انا عايز اقولك ان انا يوم السبت 29 يناير انا شخصيا موجوده، الحاجات متسجله، احنا قلنا احنا فوجئنا على الجزيره بمكالمه من احد المساجين اللي موجودين في وادي النطرون، واخدنا المقطع بتاع محمد مرسي لما كلم الجزيره. الشارع ما كانش مستعد انه يستقبل منك ده. هي دي المشكله الحقيقيه اللي انت كنت فيها. وابتدينا نسمع من يوم 29 تحديدا اللي هو الشعب يريد اسقاط النظام، طلعت من ماسبيرو. وبعدين بعدها بكم يوم الشعب يريد تطهير الاعلام. هو كان عايز يكتم الصوت الاخر لانه مش عايزك تبيني ده. يعني انت اللي بينتي حرق الاقسام اياميها تلفزيون مصر، انت بينتي اقتحام الاقسام اياميها، انت اللي بينتي لو تتذكري في المهندسين واللي حصل ودخول المحلات وسرقتها، انت اللي بينتيها، انت اللي بينتي، انت اللي طلعتي اللي حصل المكالمه وادي النطرون، انت اللي اتكلمتي على اللي حصل في السجون سواء بقى سجن الفيوم او سجن وادي النطرون. بس هو خلاص ما كانش عايز يسمعك، هو مش عايز يسمعك. وخليني اقول ان الطرف الاخر الاله الاعلاميه عنده شطره، انا يجب ان اعترف بنقاطه القويه، الاله الاعلاميه عنده شطره جدا، الاله الالكترونيه كمواقع شطره جدا، فهو كان قادر يوصل لشريحه كبيره جدا انا مش قادره اوصلها، فنجح. هو نجح. لكن انا لازم افهم دلوقتي انا كشعب ان احنا، انت لما بتخشي معركه اي حد، المعارك دايما بتبقى جولات، جوله بخسر فيها وجوله بكسب فيها. فخلينا نعترف ان احنا ما كناش مستعدين زيهم، وما كناش على قد القوه اللي هم كانوا فيها، فخسرنا. بس خسارتنا كانت ثمنها غالي قوي، لكن بدأنا نتداركها بعد ذلك. لكن احنا خسارتنا قعدت كذا سنه، لانه عرف ان هو يدخل جوه ماسبيرو وينخر فيه. ماسبيرو مرايه للبلد، يعني ماسبيرو كماسبيرو مرايه للبلد، فالبلد كانت عامله زي انت مرايه. انت كنت كل اللي بتحاولي تعمليه انه، خليني اقول لك انه في الفتره دي كانت اغلب مؤسسات الدوله واقفه بما فيهم الشرطه بعد اللي حصل لها في 28 يوم جمعه الغضب. فكان لو نتكلم على من هو الموجود في البلد، كان الاعلام ماسبيرو والجيش ومؤسسه الرئاسه او الخارجيه بتحاول انها تتحرك فقط. فخدي بالك انه كان الاستهداف بقى هم دول اللي واقفين، وانت كنت في مهمه، انا المؤسسه ده او الكيان ده اللي هو بيحمل علم مصر انا مش هبلكه، ده كان هدفنا. مش لانه حصل اقتحام لماسبيرو واحنا جوه كذا مره، ووصلوا للاستديوهات وهددونا وعرفوا يقتحموا، واعتقد ان الفيديوهات طلعت بحاجات جايه من امريكا وازاي تقتحموا مبنى ماسبيرو وتخشوا من ورا من ابو العلا وشفناها احنا جوه ماسبيرو، قلنا خدوا بالكم في حاجات بقت وسط الناس معاها كذا كذا كذا. فاحنا كنا كتير جدا يقولوا لنا خلاص احنا واصلين، انتوا ممكن ما تبقوش موجودين بعد ساعه، كان ده بيجي لنا. كنا يعني هنعمل ايه اذا كانت بلد بتروح، احنا هنعمل ايه؟ والامن اللي كان معانا جوه سواء جيش بقى او كده، كان انا عايز اقول لك انه كان في حاله استعداد لاقتحام فترات طويله، احنا ما كناش بننام لان احنا
خطر حقيقي. يعني عايز اقول لك انه وصلوا للاستوديو الاخبار، كانوا موجودين بره استوديو الاخبار، وصلوا للدور الخامس اللي فيه قطاع الاخبار، وانا شفتهم بعيني وهم بيقبضوا عليهم باسلحه. فانت كنت في مهمه ان انت يظل هذا الكيان متماسك لغايه امتى؟ محدش عارف، احنا ما كناش عارفين بكره او بعد ساعه في ايه، فده كان الهدف. لكن يمكن احنا بالنسبه لنا الصوره كانت واضحه اكتر من اي حد، وقلنا ده في بيانات، وقلنا يا جماعه من يوم 28 بالليل، انا قريت بيان يوم 29 ان هناك عدد كبير من عناصر الاخوان متواجدين الان داخل ميدان التحرير، بس محدش عايز يسمعك. عارفه ال- 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 المود العام او المزاج العام في الشارع ما كانش حد هيصدقك. زائد بقى ايه، ابتديتي تسمعي نغمه الشعب يريد تطهير الاعلام، فهو بيحاول يكسبك عدم مصداقيه، فانت خلاص اي حاجه هتقوليها هتبقي كذابه. ونجح. انا يجب ان اعترف باللي حصل علشان اعرف اتصرف، ونجح. فبقيتي كل اللي بتقوليه انت كذابه، انت تبع النظام، انت واحده قصدك كذا. فمهما قلتي الحقيقه محدش هيصدقك.